على كل حال انت بقى خش على التقيل. وفي اتقل من كده؟ هروح فين طيب اكتر؟ هروح فين يا رب؟ في ايه اتقل من كده؟ لا في عندك ايه تقيل؟ عندك مباراه الاهلي والمصري بالسلوم، عارف عندك كام غياب يا كريم؟ 34 حاله غياب. 45 انت لغيت الفريق. ما خلاص بقى بكله يعني، هو ده كل يوم بنقول كلام غريب والله العظيم. عندك 15 غياب. ما هو في حاجه غلط والله العظيم، تحس حد عامل لك عكوسات مش طبيعيه من ساعه ما خدنا الثلاثيه والله العظيم، وتحس في حاجه مش مظبوطه. النادي الاهلي من وقتها والله لما حصلت على هذه الثلاثيه العظيمه اللي حاجه كانت يعني مستحقه، وحاجه كانت عن جداره، وحاجه كانت جميله واسعدت قلوبنا كلنا، من ساعتها الكيرف ما تفهمش فيه ايه يعني. اتبص لنا في النجم العادي. لا ده مش عارفه في ايه والله. 15 لاعب مش موجود على فكره برضو، ده يعني بغض النظر بعد يقول لك يا عم دي المصري بالسلوم ومباراه ومش عارف ايه، لا مش حاجه اسمها كده برضو. انت عندك 15 لاعب مش موجودين، فلا في مشكله. محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، السوليه وقفشه، كل دول في المنتخب. علي معلول في منتخب تونس، اليو ديانج في منتخب مالي، بير ستاو في منتخب جنوب افريقيا، حمدي فتحي، ميكيسيوني، اكرم توفيق، عمر حمدي، علي لطفي، وليد سليمان، ومحمد عبد المنعم اصابه. طب ايه نروح نلعب احنا؟ يعني في حاجه لا، ربنا يكون طبعا في عون برضو الفريق وموسيماني وغيره، يعني الوضع مش افضل شيء برضو. عايز على فكره بالمناسبه منتخب مصر فيه عندك 9 غيابات، يعني الاهلي عندك 15، منتخب مصر عندك 9. انا بقول لحضراتكم، فيعني امام عاشور وتريزيجيه وعمر مرموش واحمد حجازي ومحمد صلاح. بمناسبه محمد صلاح على فكره، احد الاعلاميين امبارح طبعا برضو الزملاء كان في مداخله وكان بيتحدث او هي ستريسد قوي على النقطه دي، بس انا اختلف. يعني كان بيقول لك ليه محمد صلاح مش مع المنتخب؟ ليه ما سافرش مع المنتخب رغم ان هو مش هيلعب؟ هو كان وجهة نظر وانا اختلف تماما معاه، ان وجوده كان هيبقى اضافة ووجوده كان مهم، ورئيس كوريا الجنوبية كان بيسأل عنه، وده كان حتى لو نزل وسخن يعني حلو، بس الراجل مصاب والراجل عنده بروتوكول بيمشي عليه علشان العلاج. فانا اقوم اقول له لا سيبك من بروتوكول العلاج، تعالى سافر معايا، ما هو السفر ده متعب، وقصه ان هو يقعد هناك برضو متعب. فانا يعني انا مش بحاول اعمل لقطه، انا بحاول اللعيبه بتاعتي اجهزهم، انا لسه عندي كتير قدام منتظرني من ماتشات وبطولات. فانا مش مع، ما اعرفش انت رايك ايه في الموضوع ده. انا رايي بقى في حته ثانيه خالص. بصي بقى، صلي بينا على النبي. بقى يا ست الكل، الكام يوم اللي فاتوا كان برضو من ضمن الكلام اللي اتقال، في ناس كانت بغض النظر ان هو مصاب او مش مصاب، بس في ناس كتيره كانت، او مش كتير، بقيت بعض من الناس كان بيتكلم على ان الى اي للدرجه دي لو محمد صلاح ما شاركش في لقاء اثيوبيا هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. انا الجمله دي سببت لي انا شخصيا مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان انا باختصار شديد رافض قلبا وقالبا، عقلي ودماغي وقلبي وذكرياتي مع يعني منتخبنا رافضه تماما. يتمثل في شخص صح؟ مش بس انه يتمثل بشخص، ان احنا محتاجين محمد صلاح عشان نفوز على اثيوبيا. تعالي نقف هنا عند الجمله دي. انت جيتي دلوقتي وصلتي لمرحله من مرحله من الزمن، بقيتي محتاجه خدمات حد زي محمد صلاح عشان تقدري تفوزي على اثيوبيا. ايه بقى؟ لا صح كلامك، هيتقال ايه اكتر من كده؟